السلام عليكم. بيبدأ الفيلم ببنت اسمها ميري عندها 7 سنين عايشة مع خالها فرانك بعد ما أمها ماتت وهو اللي مربيها، وبتكون ميري زعلانة ومتضايقة علشان هيوديها المدرسة، وبتقول له هتروح ازاي وتسيب القط بتاعها لوحده واللي بنشوفه انه بعين واحدة، فبيرد عليها بانها لازم تتعلم ويبقى لها اصحاب. وبيوصل اتوبيس المدرسة وبتركبه وهي بتبص لفرانك ومتغاظة منه، وبتوصل فصلها وبتبقى المدرسة بوني بتعلم الاطفال الجمع والطرح، وميري قاعدة زهقانة وبتقول انها مش جاية تتعلم المسائل البسيطة دي، فبتتضايق بوني من كلامها وبتقولها تقف، وبتسألها اسئلة صعبة شوية وبتتفاجئ انها بتحلهم من غير حتى ما تفكر، فبتديها سؤال بارقام كبيرة، فبتسكت ميري شوية وبوني بتبقى معتقدة انها مش عارفاه وبتكمل شرح، لكن بتلاقيها بتقولها الإجابة، فبتروح بوني تمسك الآلة الحاسبة وبتتأكد من إجابة ميري، وبتبصلها وهي مستغربة جدا وبتفهم إن ميري بنت عبقرية، وبتدخل لهم مديرة المدرسة وبترحب بالأطفال الجداد، وبتكلمها ميري وكأنها بنت كبيرة، وبتقولها تتصل بفرانك يجي ياخدها لأنها ما استفادتش أي حاجة من المدرسة دي، وبتبصلها بوني وهي معجبة بيها جدا، وبيوصل فرانك علشان ياخد ميري من المدرسة، وبتشوفه بوني وبتروح تتكلم معاه، فبيعتذر لها عن اللي ميري عملته لكنها بتقوله إنها عايزة تتكلم معاه في حاجة تانية، وبتحكي له عن المسائل اللي ميري حلتها، فبيقول لها انه معلمها طريقة تراكتنبرج وعلشان كده حلت المسائل بسهولة، وانه هو كمان اتعلمها لما كان في سنها، وبيسيبها وبيمشي، وهي بتروح وبتدور على الانترنت على الطريقة دي، بس برضو بتبقى شايفة انها صعبة جدا ان الطفل يتعلمها. وفي الوقت ده بتكون ميري مع فرانك في شغله هو تصليح المراكب، وبيقولها انه زعلان منها علشان بينت ذكائها في المدرسة، وان مش ده اللي هم اتفقوا عليه، فبتعتذر له وبتطلب منه انهم يتفسحوا بالقارب، فبياخدها هي والقط بتاعها وبيفسحهم، وبتلعب على الشط وبتكون مبسوطة جدا، وبيتكلم معاها فرانك وبيفهمها انها لازم يبقى عندها اصحاب، فبتاخد القط بتاعها معاها المدرسة، وبتعرف زمايلها عليه وبتحكي لهم انها لقيته في الشارع وصعب عليها فاخدته وربته بقى اعز اصحابها، وبيسألوها زمايلها عن عينه بس هي ما بتعرفش ترد لانها لقيته كده. وبتبتدي ميري تروح المدرسة كل يوم وعلاقتها ببوني بتقوى، وفي يوم بوني بتعمل لهم امتحان، واول ما بتخلص توزيع ورق الاسئلة ميري بتقولها انها خلصت، وبتكون بوني متوقعة ان ميري هتفاجئها كالعادة، وبتبقى جايبة معاها نموذج امتحان جامعي وبتدهولها، وبتفضل بص عليها وبتلاقيها بتحله بسهولة، ولما بتخلص ميري بتبتسم لبوني، وساعتها بوني بتتأكد ان شكها كان صح وان ميري بنت عبقرية، وبتروح تعمل بحث باسم عيلتها، وبتقرأ مقالات عن ديانا ام ميري، واللي كانت عالمة رياضيات وفيزياء معروفة، وانها خلصت على نفسها ومحدش يعرف السبب، وساعتها فرانك اخوها اخد بنتها ورباها، فبتقرر بوني انها تروح للكافيه اللي فرانك بيقعد فيه، وبتوري له الامتحان اللي ميري حلته، وبتقوله انها متأكدة انها عبقرية، فبيحكي لها ان في يوم ديانا اتصلت بيه وكانت عايزة تكلمه في حاجة، بس هو ما اهتمش لانه كان عنده معاد، ولما رجع البيت لقى اخته ميتة وميري لوحدها، وحاول يديها الام ايفا علشان تربيها، لكن هي رفضت لانها ضد حمل ديانا من الاول، وشايفة ان ميري عطلتها عن شغلها وعن الخطط المستقبلية اللي كانت ايفا رسمها لبنتها. وتاني يوم بتكون ميري في اتوبيس المدرسة وبتشوف ولد طالع بمشروع عن الحيوانات وبيعجبها شكله، وبيتنمر عليه طالب وبيقع هو والمشروع، فبتضايق ميري علشان زميلها وبتروح تدافع عنه، وبيستدعوا فرانك في المدرسة علشان اللي ميري عملته، فبيرد فرانك بانه فخور بميري علشان ساعدت زميلها ووقفت ضد المتنمر، فبتتحرج المديرة وبتغير الموضوع، وبتقوله ان ميري عندها قدرات خاصة في الرياضيات وممكن تجيب لها منحة في اكبر جامعة للعلوم الرياضية، لكن هو بيرفض لانه عايزها تعيش حياة طبيعية زي اي حد في سنها. وبعدها بيخرج من المدرسة، وتاني يوم بتوقف ميري في الفصل وبتعتذر لزميلها اللي ضربته، وبتطلب من زمايلها انهم يسقفوا للولد صاحب المشروع اللي اتكسر، وبتقوله ان مشروعه كان عاجبها جدا وهو بيفرح بكلامها. ولما بتروح البيت هي وفرانك بيلاقوا ايفا مستنياهم هناك، وما بتكونش ميري شافتها قبل كده، فبيعرفها فرانك انها تبقى امه وجدتها، وبتبقى جايبه لها لابتوب بهديه عليه كتاب مهم في الجبر، فبتعرفها ميري انها قرت الكتاب ده من زمان وان مستواها اعلى منه بكتير، فبتتاكد ايفا ان ميري ورثت عبقريه امها ديانا، وفرانك بيكون متضايق من وجود ايفا جدا، فبتخرج وهو بيوصلها وبيقولها انه عارف ان مديره المدرسه اتصلت بيها وعرفتها موهبه ميري وعلشان كده هي جت، فبترد عليه بان ظروفه وعيشته ما تسمحش بتربيه ميري وبتمشي، وبيرجع للبيت وبيلاقي ميري بتقرا في كتب الرياضيات اللي على اللاب، وبيقف يبص لها وشكله بيفكر في حاجه. وتاني يوم بيروح يقابل ايفا وبيقولها ان ديانا كتبت في الرسالة اللي سابتها انها عايزة بنتها تعيش حياة طبيعية،
فبترد عليه بان ميري عبقرية ولازم تعيش الحياة اللي تليق بيها، فبيتريق على كلامها لانها عايزاها تقضي عمرها وسط العلماء زي امها، وبيرفض انها تاخدها. فبتتعصب وبتقول له بتحدي انها ترفع قضية بالوصاية عليها وهتاخدها. ولما بيروح فرانك البيت وبيشوف ان ميري بتقضي وقتها كله في مذاكرة الرياضيات، وبيفكر انه ياخدها يخرجها علشان يبعدها عن المذاكرة شوية، وبيتفسحوا وبيكونوا مبسوطين جدا. وبعدها بيجي اول يوم للقضية اللي رفعها ايفا، والمحامي بتاعها بيقول ان فرانك ما بيهتمش بميري ومعيشها في مستوى مش كويس، فالقاضي بيقرر تأجيل القضية لحد ما يعينوا المكان اللي ميري عايشة فيه. وبعدها فرانك بيقابل جارتو روبرتا واللي بتبقى بتحب ميري جدا، وبيحكي لها اللي حصل وبيطلب منها تاخد ميري عندها النهاردة علشان يبعدها عن المذاكرة شوية. وفعلا بتروح لها ميري وبيغنوا وبيرقصوا سوا وبيقضوا مع بعض وقت سعيد. وفي نفس الوقت بيكون فرانك في الكافيه وبيلاقي بوني رايحاله، وبتقوله انها عرفت اللي حصل وانها زعلانة علشانه، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض وبيبان انها معجبة بيه. وتاني يوم فرانك بيلاقي جواب من المحكمة بيعرفوه انه لازم يودي ميري لإيفا يومين لحد ما يتم الحكم في القضية، وروبرتا بتقوله انها مش مرتاحة للزيارة دي لكن بيضطر انه يوصل ميري لإيفا اللي بتفرح بوجود ميري معاها وبتفرجها على صور امها وعيلتها. وبالليل فرانك بينتهز فرصة ان ميري مش معاه وبيخرج مع بوني وبيقربوا من بعض اكتر. وتاني يوم ايفا بتاخد ميري للجامعة وبتوريها حيطة متعلق عليها صورة لعالم مشهور وحواليه 6 اماكن لصور فاضية، وبتقول لها ان كل عالم عبقري ومميز صورته بتتحط على الحيطة دي، وان امها ديانا لو كانت خلصت المعادلة اللي شغالة عليها كانت صورتها هتتحط هنا. فبترد ميري ان في يوم من الايام صورتها هتتعلق هنا. وبعدها ايفا بتاخدها لعالم الرياضيات مستر سيمو علشان يختبر ميري، وبيديها معادلة صعبة جدا، وبتقف ميري وهي مركزة فيها لكن ما بتعرفش تحلها. فبيقول لإيفا ان ميري مش عبقرية ولا حاجة وما تضيعش وقتها معاها. فبتتعصب إيفا من كلامه وبتاخدها وبتخرج، وهنا بتفاجئها ميري وبتعرفها ان المعادلة كانت فيها غلطة وعلشان كده هي محلتهاش. فبترجع إيفا تاني لسيمو وميري بتصحح المعادلة وبتحلها، وبيتصدم سيمو من عبقريتها وبيقول لإيفا ان حفيدتها معجزة في الرياضيات. وبيعدوا اليومين وبتبقى فرحانة انها رجعت لخالها تاني، وبعدها بيتكلم معاها وبيسألها هي حابة تقعد عنده ولا عند إيفا. فبتقوله انها بتحبه اكتر من اي حد وعايزة تعيش معاه، وهو بيوعدها انه مستحيل هيتخلى عنها ابدا. وبيجي معاد الجلسة التانية للقضية، وبتكون إيفا جايبة ابو ميري علشان يدعمها في الوصاية على بنته، لكن محامي فرانك بيثبت ان ابوها عمره ما سأل عليها ولا شافها من ساعة ما اتولدت، وبكده بيكسب فرانك الجلسة. وإيفا بتحاول تقنعه انه يسيبها تربي ميري وهو بيصمم على موقفه. وبيروح البيت وبتعرف ميري ان ابوها ظهر وبتعيط لانه ما فكرش يروح يشوفها، وبيحزن فرانك علشانها فبياخدها هي وروبرتا وبيروحوا للمستشفى، وبيفضلوا قاعدين لفترة طويلة هناك وهم مش فاهمين هو جايبهم هنا ليه، وبيطلع انه عايز يوريها الاطفال لما بيتولدوا اهلهم بيكونوا فرحانين بيهم قد ايه، وبيعرف ميري انها لما اتولدت كلهم فرحوا بيها بالشكل ده. فبتفرح بكلامه وبتقوم بكل براءة تحتفل مع اهل المولود. وبعدها بيجي ميعاد الجلسة الثالثة، ومحامي فرانك بيوضح للمحكمة ان ايفا كانت ضغط على بنتها بسبب موهبتها في الرياضيات وما كانتش مخليها تعيش حياة طبيعية، وده اللي خلاها تخلص على نفسها. وايفا بتعترض وبتقول ان فرانك مش قادر يصرف على ميري وانه كان بيغير من اخته لانها اذكى منه ومش عايز موهبة بنتها تظهر. وبعدها محامي فرانك بيروح له وبيقوله على حل علشان ايفا ما تقدرش تاخد ميري، وهي انهم يلاقوا اسرة غنية وكويسة تتبنى ميري. فبيرفض فرانك الفكرة لانه هو اللي مربيها ومستحيل تبعد عنه، بس المحامي بيطلب منه انه يفكر في اللي قاله له وبيمشي، وفعلا بيضطر يوافق وبيروح يقابل عيلة عايزة تتبنى ميري، وبيشوف البيت اللي عايشين فيه وبيتأكد انها تعيش في مستوى كويس جدا، وبيروحوا يخلصوا اوراق التبني وبياخد ميري وبيوديها لعيلتها الجديدة، وبيحاول يفهمها انه عمل كده لمصلحتها، لكن هي بتعيط وبتفكره بوعده لما قال لها انه مش هيتخلى عنها ابدا، فبيتأثر بكلامها وبيحضنها لكن هي بترفض علشان زعلانة منه، وساعتها بيخبي حزنه وبيمشي، وهي بتعيط وبتترجى انه ما يسيبهاش، فبيخرج بسرعة علشان ما تشوفش دموعه، وبنشوف روبرتا وهي حزينة على فراق ميري، وبالليل بوني بتروح تطمن على فرانكو وبيفضل يتكلم معاها، وبيقول لها انه مش مصدق انهم اخدوا منه بنته اللي رباها، وبيتعصب وبيقوم يمشي. وتاني يوم بيروح يزور ميري لكن بيرفضوا يخلوه يقابلها وبيعرفوه انها مش عايزه تشوفه، فبيمشي وهو ندمان على اللي عمله. وفي يوم بوني بتشوف اعلان لقط ميري وبيكون معروض للتبني،
فبتصوره وبتبعت الصورة لفرانك، وساعتها بيفهم الخطة اللي اتعملت عليه وان ايفا هي اللي بعتت العيلة اللي اخدت ميري علشان تكون تحت سيطرتها، وعرضت القط للتبني لان عندها حساسية من الحيوانات، فبيجري على ملجأ الحيوانات وبياخد القط من هناك. وبعدها بيروح هو وروبرتا لبيت ميري وبيلاقي ايفا هناك وجايب لها عالم رياضيات بيدرس لها، فبيتعصب عليها وبيدلها اوراق كانت ديانا سايباها وبيقول لها انها لازم تقراها، بس بيتفاجئ ان ميري مش عايزه ترجع له وبتجري على بره وهي بتعيط، فبيجري وراها وبيحضنها وبتكون زعلانه منه وحزينه على القط بتاعها، فبيعتذر لها وبيعرفها ان القط بتاعها مستنيها في البيت، فبتفرح بكلامه. وبيرجع فرانك لإيفا وبيقول لها ان ديانا نجحت انها تحل المعادلة وما قالت لهاش بسبب الضغط اللي كانت عاملاه لها، وان اخته وصته انه ما ينشرش المعادلة بتاعتها الا بعد موت إيفا، بس هو اضطر انه يدهولها دلوقتي لانه عارف انها عايزة ميري علشان تكمل شغل ديانا واللي هي اصلا خلصته، وبيسيبها وبيمشي وهي بتبص في الاوراق وبتتأكد من كلامه، وبتنهار لانها كانت فاكرة انها بتساعد بنتها. وبتتصل بالعالم وبتعرفه ان ديانا وصلت لحل المعادلة، وبتعدي فترة وبتاخد ميري المنحة وبتدرس في الجامعة كأصغر طالبة هناك، وبعدها بياخدها فرانك علشان تلعب مع أصحابها وتعيش حياة طبيعية زي ما أخته كانت بتتمنى. لو عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات وتعملوا لايك وشير للفيديو، وتكتبونا في التعليقات عن أي مسلسلات أو أفلام حابين إن احنا نلخصها لكم الفترة اللي جاية.